مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس لشباب المنتدى: نجحتم بجدارة. دفعة جديدة من قرض صندوق في الطريق. وزير السياحة لتليجراف: الحظر البريطاني لم يعد مسببا. جهان السادات ترفض دعوة إسرائيل. وإليكم تفاصيل النشرة. أشكر الشباب المصري وشباب العالم. بهذه الكلمات أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بنجاح منتدى شباب العالم، واصفا الأفكار التي عرضها الشباب بأنها أكثر من رائعة، قائلا خلال لقاء مصور عرضته الصفحة الرسمية للمنتدى: أتمنى أننا نكون قادرون على التواصل بهذا الشكل وبشكل أفضل فيما بعد. ووجه الرئيس رسالة لشباب المنتدى قائلا: نجحتم بجدارة في أن تقدموا أنفسكم للعالم وأن تناقشوا الأمور بموضوعية وبمنطق عظيم جدا، وأعتقد أن كل من تابع الحوارات والنقاشات أدرك أن الشعب المصري وشبابه على درجة كبيرة من الوعي والإدراك بقضايا كبيرة داخل وخارج مصر. وما زلنا مع أصداء المنتدى، حيث علق وزير الخارجية الإيطالي أنجلينو ألفانو على كلمة الرئيس السيسي بالمنتدى حول قضية مقتل جولي روجيني قائلا: نحن مقتنعون بأن الرئيس متحمس في البحث عن هذه القضية، وعلى ثقة من أن كلماته ستدفع جهاز القضاء المصري أكثر فأكثر للبحث عن الحقيقة. فيما قالت الصحف الإيطالية من بينها صحيفة لاستامبا أن مصر تعمل بشفافية مع السلطات الإيطالية وساهمت بالعديد من المساعدات في التحقيقات، وقدمت العديد من الوثائق التي تساعد في التوصل لمرتكبي تلك الجريمة. دفعة جديدة من القرض. فقد أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق بشأن دفع قيمتها 2 مليار دولار ضمن برنامج القرض الذي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار على 3 سنوات، بحيث تصل الدفع بإجمالي المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وقال الصندوق إن عملية الإصلاح تتطلب تضحيات على المدى القصير، لكن الفرصة سانحة لتحويل الاقتصاد المصري إلى أكثر حداثة وديناميكية وقدرة على تحقيق معدل نمو متسارع يحقق تحسن في مستوى معيشة ورفاهية الشعب المصري. حظر الطيران لشرم الشيخ لم يعد مسببا. هذا ما أكده محمد يحيى راشد وزير السياحة لصحيفة تليجراف البريطانية قائلا: إن شرم الشيخ لا تزال منطقة جذب للعديد من السياح حول العالم، وليس معنى أن البريطانيين لا يطيرون إلى هناك أن العالم لا يسافر إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مصر هي وجهة ضخمة ومتنوعة ونرحب بالسائح البريطاني في كل مكان، موضحا أن التركيز على الغردقة ومرسى علم جزء من استراتيجية ترويجية للسياحة حال استمر حظر الطيران لشرم الشيخ، مؤكدا أنه تم تطبيق نفس الإجراءات الأمنية التي تم مراعاتها في منتجعات البحر الأحمر مثل أجهزة الأشعة السينية والمساحات الأمنية على جميع منتجعاتها السياحية لضمان سلامة السائحين. قررت نيابة جنوب بنها الكلية حبس مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم بحي غرب شبرا الخيمة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامهما بتقاضي 40,000 جنيه على سبيل الرشوة من أحد المواطنين نظير إنهاء تراخيص مباني. كان أحد الأهالي قد تقدم ببلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية، فتم التنسيق مع مباحث الأموال العامة بالمديرية وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وتم تسجيل المكالمات الصوتية لهما بالصوت والصورة والقبض عليهما أثناء تلقيهما الرشوة. جهان السادات ترفض الدعوة لزيارة إسرائيل. فقد قالت القناة الثانية بالتلفزيون الكيان الصهيوني إن حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات رفضت الدعوة التي وجهت إليها من قبل الرئيس الإسرائيلي لحضور الحفل الذي سيقيمه في منزله بالقدس للاحتفال بمرور 40 عاما على زيارة السادات للقدس. وأضافت القناة أن مسؤولين كبار في الحكومة المصرية رفضوا حضور الحفل، مشيرين إلى أن السفير المصري لدى تل أبيب حازم خيرت هو من سيحضر الحفل. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.